مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في الأمسية في البلاد اليوم للحديث على طبعا بعد الدخول المدرسي، نتكلموا كذلك على الدخول الجامعي في الجزائر، وطبعا أكثر من 1,300,000 طالب جامعي التحق بمقاعد الدراسة هذه السنة، أو 1,700,000 طالب جامعي بطبيعة الحال تحق بمقاعد الدراسة ومقاعد الجامعية هذه السنة. طبعا لما نقارنوا هذا العدد مع عدد الطلبة الجزائريين اللي كانوا بعد الاستقلال ومباشرة بعد الاستقلال، يعني يعدون على أصابع اليد. نتكلموا اليوم على المطلوب من الجامعة الجزائرية، خاصة أن الجزائر تخوض معركة شرسة من أجل التنمية وتحريك الاقتصاد، من أجل افتكاك مكانة تحت شمس هذا العالم الذي بدأ في التحول والتشكل من جديد. طبعا اليوم كمال بداري وزير التعليم العالي أكد أنه المطلوب من الجامعة الجزائرية أن تكون في عمق وقلب هذه المعركة، وهو معركة التنمية في الجزائر. نحاول نناقش أهمية هذه التصريحات بطبيعة الحال، نحاول نتكلم على المطلوب من الجامعة الجزائرية من طالب الجامعي، نتكلموا على أهداف الجامعة، كل هذا مع البروفيسور العيد زغلامي، أستاذ في أستاذ جامعي بطبيعة الحال، وكذلك يلتحق بنا الأستاذ ناجح مخلوف أستاذ جامعي كذلك، وهو كذلك بروفيسور في جامعة المسيلة. أستاذ العيد مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. شكرا جزيلا على الاستقبال وضيافة، وكذلك تحية إليك ولا تقمع معك وكل متتبعي قناة البلاد. الله يسلمك أستاذ. إذن الوزير اليوم قال بأنه عدد الطلبة في الجامعة ارتفع منذ الاستقلال ب 3,400 مرة، وتكلم قال بأنه أكثر من 1,700,000 طالب جامعي أو جزائري التحق بالجامعة. هذه الأرقام هذه كيفاش تقراها انت استاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا مره اخرى على الاستضافه. انا جد سعيد ومرتاح للطابع الاجتماعي للدوله الجزائريه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الجزائر، الدوله الجزائريه، ما زالت تحافظ على مبادئها الاساسيه اللي هي اجتماعيه ديمقراطيه شعبيه وتخدم الصالح العام، وهذه من مبادئ الثوره التحريريه ومبادئ اول نوفمبر. وبالتالي ولا يوم انحازت او يعني انفصلت الدوله الجزائريه والسلطات العموميه عن احترام هذه القواعد. لما كما تفضلت الاسبوع الماضي كان فيها 11 مليون شاب وشابه، يعني التلاميذ التحقوا بالمدرسه الجزائريه في جميع اطوارها، اليوم 1,700,000 يتواجدون على مدرجات على مقاعد الجامعات. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الدولة الجزائرية من بين الدول القلائل، وليس من باب الشوفينية، أعتقد جليا الدولة الجزائرية من بين الدول القلائل في العالم التي تسخر 25% من ميزانيتها في التكوين، في التعليم، في التربية. ماذا بعد هذا؟ إذن بعد أننا نهتم كثيرا بالعنصر البشري. طيب أستاذ، ولكن هل الكلام اللي تقوله ربما هناك أصوات ولو يعني ماهيش كبيرة بزاف تقول بأنه الطابع الاجتماعي هذا للتعليم والتربية وكذا ربما يطالبوا ويقولوا لو يتم التخلي عنه والذهاب نحو جامعة مستقلة، جامعة خاصة، مدرسة خاصة، واللي يقدر يقرأ اللي ما قدرش الله غالب عليه. لا، أنا باش نوضح فقط، لأن أعتقد البلد الجزائر قام بثورة شعبية. نعم. ثورة وطنية، ثورة اجتماعية، يعني كل شريحة المجتمع شاركت في هذه الثورة، وبالتالي من أحقية كل مواطن من كل جهة أن له الحق، وهذا ضمن الدستور وضمن لوائح بطبيعة الحال الثورة إعلان أول نوفمبر، فلا يمكن انحال قضية الآن. حقيقة أفهم جيدا سؤالك، هو ربما البعض يقول فيها كثير من الاجتماعية، يعني كما يقولوا ترو دو سوسيال، لا، ولكن هذا أمر آخر. لكن علينا على السلطات العمومية أن تعتمد مناهج نزعية، مناهج تعتمد على الواقعية، على الاحترافية، على أعتقد على النتائج، وهذا الأساس، ولكن ليس من باب تبذير أو من باب يعني نترك من هب ودب، لا، هناك لابد يكون فيها عناصر وعوامل للنجاح.
الذي أريد أن أوضحه قيل في وقت مضى ولا داعي إلى ذكر من هو اللي قالها، قال بأن المدرسة الجزائرية كارثية. أنا ضد الكلام هذا، ليكول الجيريني سينيستري. لا أنا لست يعني من كوبا يا صديقي. أنا شخصيا أنا من منتوج هذه الدولة الجزائرية، أقول عفوا من منتوج هذه المدرسة الجزائرية، أحمد الله وأشكره. فقط كان فيها ربما إشكال في المناهج، إشكال في السياسات في وقت مضى، فضلنا شيء على ذا أو يعني وقعت فيها اجتهادات. ولكن هذه أستاذ العيد، ألا ترى أنها كانت بمثابة اجتهادات يعني؟ والاجتهاد قد تخطئ قد تصيب، ولكن المبدأ العام مبدأ أنه كل جزائري له الحق الالتحاق بالمدرسة الجزائرية. نعم. هذا في الدستور يعني، هذا إلى حد الآن الجزائر الدولة الجزائرية أو من بين الدول اللي فيها حتمية أنه يلتحق بالمدرسة إلى غير تعتقد 15 أو 17 سنة. إذن وماذا بعد هذا؟ إذن فطابع الاجتماعي لم يتغير الآن، ليس باسم الاكتظاظ أو باسم ربما يعني نسبة الرسوب أو نسبة مثلا إخفاقات أو غيرها هذه، لكن ولكن أنا أتكلم على الفلسفة والعقيدة اللي الدولة الجزائرية، هذا الذي يهمني. مهمة هذه مسألة العقيدة هذه والفلسفة. أنت أستاذ العيد الآن قبل قليل تكلمت على النجاعة، استعملت عبارة النجاعة، هل اليوم المطلوب من الجامعة الجزائرية أنها تضع أهداف سامية عالية جدا لتستطيع، لأنه اليوم كل الشعب الجزائري تشرائب أعناقه للجامعة الجزائرية للمدرسة الجزائرية، هل تستطيع أن تغير الكور دو ليستوار المجري، بمعنى تغير مجرى التاريخ في الجزائر، وهل يمكنها ذلك؟ بإمكانها، بإمكان الجامعة الجزائرية أن تتحول إلى القاطرة، إلى المحرك في المجتمع، وأنها لا تبقى معزولة على المجتمع، على الفضاء السياسي، الفضاء الاقتصادي، الفضاء المالي وغيره. لا بد يكون على الجامعة أن نحول كما تفضلت المعادلة، هو أن تصبح الجامعة هي في قلب التطور، هي في قلب التنمية، لأن هي المصدرة وهي المبدعة وهي المنتجة للأفكار، هي منتجة للقيم، هي منتجة للكفاءات، هي منتجة للحلول. وبالتالي لا يمكن أن نترك المجتمع في جهة والجامعة في جهة أخرى من خلال من خلال الدراسات والبحوث والرسائل التي تبقى في الرفوف. ولكن أستاذ ربما هناك ما نعرف، أنا نناقشك في هذه المسألة، وربما هناك خطأ شائع في الجزائر، وهناك ظن شائع كليشي منتشر في الجزائر، وهو أنه هذا الكليشي هذا أنه الجامعة يعني أفكار مسبقة. نعم، هذا الجامعة أحكام قاتمة ومسبقة، يظن أنه المدرسة الجزائرية المنظومة التعليمية في الجزائر يظن أنها راهي بعيدة عن المجتمع ولا تقود المجتمع ولا تنتج ثروة في المجتمع. ولكن لما ندقق الأمور، من يعالج الناس في المستشفيات؟ من الجزائريين الجزائريات يعني. من يعلم الطلبة في الجامعات؟ من 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 من؟ إذن بالضرورة الآن الجامعة الجزائرية تقود المجتمع، هل هذا صحيح يعني؟ هو صحيح إلى نسبة يعني مقبولة، لا لي شيء، لكن كما تفضلت في ملاحظاتك هي حقيقة هناك أفكار مغلوطة وأفكار غير واضحة، ونريد فقط الذين يقومون بهذه المقاربة أو الذين يشجعون هذه المقاربة هم فاقدي لهذه الكفاءات، فاقدي لهذه القيم، وبالتالي يحاولون فرض على المجتمع سياسة معينة لا تعتمد على الكفاءة، لا تعتمد على النزاهة، لا تعتمد على القدرات الذهنية والعلمية والفكرية، وبقيت الرداءة هي السائدة. هذا الذي في وقت مضى، اسمح لي يا صديقي العزيز، في وقت مضى كان تقريب كل من نشم فيه رائحة العلم فنتم إقصاؤه، لأن العلم يساوي ماذا؟ يساوي العقل، يساوي الفكر، يساوي الإبداع، يساوي المنطق. هذا هو العلم، هو نور، وهذا هو الذي ابتعدنا كثير منه لا لشيء، لأن لصالح مهني الكذب والسياسة والأمور السياسية وغيرها. ولكن أستاذ يعني لما ندقوا الأمور، يعني نجيبوا هذاك المنظار وندقوا الأمور، من الذي ينتج ثروة في الجزائر؟ هل الجاهل يعني اللي ما قرأ، لما نقول الجاهل نقول اللي ما قرأش أفضل، الذي لم يدرس هو الذي ينتج ثروة في الجزائر والذي يساهم في الإنفاق العام في الجزائر من خلال الضرائب وكذا إلى آخره، أم أن الذي ينتج ثروة في الجزائر هو هذاك اللي قرأ؟ هنا أنا أتفق معك، نحن نتكلم على ما يسمى
المادة الرمادية. ما معنى المادة الرمادية؟ هو الذكاء، هو الاختراع، هو الإبداع، هو الأفكار، هو القيم. احنا نحترم كل الأفراد المجتمع، سواء كان فلاح أو كان مهندس، ولكن كل في ميدانه. إذن هناك من يستعمل عضلاته وجهده العضلي، وهن من يستعمل طبيعة الحال قوته الرمادية، ولا يمكن بأي الأحوال أن نجعل في نفس المرتبة. فبالتالي هناك ما يسمى بالعمل الذهني، وهناك ما يسمى بالعمل الجسدي، ولا يمكن بأي الأحوال أن نضع في نفس المستوى. لهذا الذي يقود المجتمع هي الأفكار، هي القيم، هي الإبداع، هو التجديد، هو التفكير، هذا هو الأساس. المجتمع يقودون المنظرون، هم الذين يتطلعون إلى المستقبل، إلى حلول، وهم الذين يعتمدون المناهج والحلول على الذين، على الآخرين أن يجسدوا ويترجموا هذه الحلول من خلال تقنيات ومن خلال تعليمات، وهذا هو الأساس يعني. ولكن لا بد أن نفهم جيدا، أن نحدد ونفرق بين العمل كما قلت، العمل التفكيري والعمل الإداري والعمل اليدوي. فبديه كل في مقامه، ومع احترام لكل واحد، ولكن لا بد أن نجعل بطبيعة الحال هذه أمور محسومة يعني. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم في قلب التنمية، علم. ولكن أخويا العزيز، أخي زميلي محمد، علم نافع. ما معنى علم نافع؟ معنى علم ينفع المجتمع، معنى ينمي المجتمع من جميع الجوانب، أخلاقيا، سياسيا، قيميا، اقتصاديا، اجتماعيا، وماليا. يعني تقصد هذا العلم النافع، وراح نوليو ليه أستاذ بعد قليل، يعني مع لما نتكلموا على هذا الانفجار المعلوماتي في الجزائر، وعلى الذكاء الاصطناعي وغيره من مما لا أدري شي لا يعني ربما يكتشفوهن عن قريب يعني. ولكن يبقى قبل ذلك، هل برأيك اليوم أستاذ العيد ينبغي أن الجامعة الجزائرية تضع أهداف كما قال الوزير اليوم، أنه الجزائر الجديدة تجعل من الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية ومحرك للاقتصاد؟ هل اليوم مشكلتنا الأكبر في الجزائر يعني تنموية اقتصادية، وينبغي للجامعة أن تؤدي دورها بامتياز، تحمل مسؤولية؟ هو فقط يعني أخي الكريم، هو إعادة الاعتبار إلى الجامعة من باب أنها تنتج العلم، تنتج الحلول، تنتج المناهج، تنتج الطرق، وبالتالي حتما لا بد أن نرتكز في قراراتنا، في سلوكاتنا، في تصرفاتنا، في سياساتنا، أن نعتمد على الخبراء، نعتمد على أهل الاختصاص. لا يمكن الآن كل شيء يتم من خلال منهجيات ومن خلال طبيعة الحال أساليب، وكل هذه الأساليب وهذه النماذج تحضر في مخابر، والمخابر يشرف عليها أساتذة جامعيين. لهذا لا يمكن أن نترك الأمور يعني تلقائيا. لاحظنا في وقت مضى همشنا الجامعة الجزائرية. ما معنى هذا؟ معنى هنا همشنا العلم، همشنا الفكر، ويعني وماذا استقوينا بالجهل، بالتلاعبات، وبالفساد، والرشاوى إلى غير ذلك. إذن بديهي الآن لما نسمع رئيس الجمهورية يتكلم على الرقمنة، ما معنى الرقمنة في نهاية المطاف؟ الرقمنة هو نقضي على كل المناطق الغموض والتلاعبات والفساد والرشاوى واللا تسيير الذي أساء كثيرا للدولة الجزائرية وللمجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري يقولها بكل موضوعية، الجزائر مؤهلة أن تكون قوة إقليمية، اقتصاديا، سياسيا، دبلوماسيا، عسكريا، لكن نحن في مخاض. نحن في الكلام اللي تقوله أستاذ العيد، والمشاهد يشوف فينا الآن، أنت الآن تقدم شهادة كأستاذ جامعي وبروفيسور في الجامعة، يعني تعطي وجهة نظر، يعني ما وجهة نظر تقول بأنه نحن يعني نملك من الإمكانيات لجعلنا قوة إقليمية. هل برأيك أستاذ العيد اليوم التحول اللي راه صاري في العالم، قبل قليل قلت أنه قدمنا الجهل على ويعني وزهدنا في العلم، هل التحول اللي راه صاري اليوم في العالم راح يجعل من مثلا نمد مثال ونقيس عليه صاحب المؤسسة الاقتصادية مثلا في الجزائر راح بالضرورة يستعين
بالجامعة، يستعين بالمتعلم، يستعين بصاحب الخبرة الجامعية وغيره. يعني التحول اللي راه صاري في العالم، هل بقى اليوم الاعتماد أو عدم أو الزهد في العلم يقدر يوكلنا الخبز كما لا باش نوضح فقط، نظن نحن الآن الجزائر منفتحة على العالم، هناك عولمة مفتوحة، ولا يمكن يعني أن نجعل سيطار ضد العولمة، تدفق المعلومات في اتجاهات يعني معاكسة. الشيء اللي حبيت نقوله فقط أن الآن صاحب المصنع، صاحب المؤسسة، لأنه ينشط في فضاء تنافسي شرس، وطبيعة الحال الآن عليه أن يستعين بالكفاءات، عليه أن يستعين بالأساليب وبالتقنيات الحديثة لكي ينجح. وإلا لا أعتقد جليا الآن في ظل التنافس، في ظل المنافسة الشديدة التي يعرفها العالم، والجزائر جزء من هذه المنافسة الشديدة العالمية، لا يمكن أن نبقى على خط الالتماس التماس عفوا على الهامش، على الهامش، يعني لا يبقى نبقى على خط التماس على الهامش. فبديهي أننا لابد أن نقحم أنفسنا ونغير من طريق تعاملنا وتسييرنا لشؤوننا. لماذا؟ لا لشيء، لأننا لابد أن نواكب التطور. والحمد لله الجامعة الجزائرية فيها، لديها الكفاءات التي من خلالها يمكن الاستعانة بها، وطبيعة الحال إنقاذ أو بالأحرى إقلاع حقيقي للمؤسسة الجزائرية. واليوم الوزير تكلم على ثمن، يعني قال سجلنا يعني مؤخرا ربما بعد سنة، قبل سنة أو سنتين أو على الأكثر سنتين، قال سجلنا يعني قرابة 870 براءة اختراع. وتتعرف أن الوزير لما كان في مسيلة، في جامعة المسيلة، جامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة، يعني حرك شوية طلبة تاعو ودار إصلاحات وغيره، خلات الطالب هذا بإمكانه أنه راه طالب وهو صاحب مؤسسة يستطيع أن ينتج الثروة ويبيع المنتوج تاعو. يعني سواء حقيقة هذه المقاربة الجديدة، وهي روح المقاولاتية، نعم، وروح الإبداع. في وقت مضى الجامعي أو طالب يذهب للجامعة يتحصل على شهادة ماستر، دكتوراه، ليسانس، وينتظر في العمل، يدق على الأبواب لحصول العمل. هذه المقاربة ولت، انتهت. الآن على الجامعي الذي يلتحق بالجامعة أن يكون يتغذى من الأفكار السائدة في الجامعة، ومن خلال الأفكار والعلوم التي تحصل عليها والتقنيات والنظريات، عليها أن يبدأ يفكر في كيفية يعني تنمية روح الإبداع وروح المبادرة. نعطيك مثال بسيط أخي الكريم، لابد في وقت مضى، ولا أتهم أحد، في وقت مضى الجامعة الجزائرية، ولا أقول الجامعة الجزائرية، المنظومة التربوية والتعليمية في الجزائر كانت تفتقد إلى روح المبادرة وروح الإبداع. كنا نعتمد الطرق الكلاسيكية التقليدية، نرفض أولا، نرفض أي نقد، ثم نعتمد على ماذا؟ على أمرين أساسيين اللذان قتلا الفكر والإبداع، هو الإملاء. تلقين، نعم، الإملاء. يعني يجيك أستاذ يملي عليك وأنت تكتب. النقطة الثانية، غياب روح المبادرة، يقتل المبادرة الطالب الذي يقضي وقته في الكتابة. ثم النقطة الثالثة هو الحفظ على قلب، على ظهر قلب، يعني تحفظ باركر، يعني ما عندكش عقل ناقد، ما كانش عقل ناقد. الحفظ والإملاء، هذين الطريقتين هما التي قتلتا الإبداع والفكر. الحمد لله الآن كل هذا أصبح من الماضي، والآن نتطلع إلى نبغات كما تفضلت. والآن في إنشاء ما يسمى بالمنشآت، عفوا، المؤسسات الناشئة، لدليل قاد على أن الجزائري بإمكانه أن يقدم حلول. ويعني أعرف كثير من المبادرات، خاصة في قضية الإعلام الآلي وطبيعة حل الذكاء الاصطناعي، كيف أن كثير من الشباب الجزائري ينبع، وخاصة له فطانة في الأمر هذا، إضافة إلى تحكم في اللغات، وهذا أما تحكم في اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية، هناك كذلك تقنيات فيما يخص ما يسمى بالتمارين الخوارزمية، التقنيات الخوارزمية لتكنيك لوغاريتميك، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي. بعبارة أخرى،
الآن الشاب الجزائري أصبح يستعمل ذكاءه وإبداعه ويستعمل ما يسمى بطبيعة حال المادة الرمادية لا سوبستانس غريز اللي هي الذكاء. الذكاء أستاذ العيد الآن وكأني بك تتكلم غير على الجانب التقني يعني العلوم التقنية يعني ما حظ العلوم الإنسانية اليوم في الجزائر أستاذ العيد؟ هل ينبغي للعلوم الإنسانية هي الأخرى أن نعيد لها الاعتبار في الجزائر، أن نفتح لها باب النقد، أن نجعلها تكون طالب يملك عقلا ناقدا؟ هل بإمكان هذا الطالب اللي يقرأ العلوم الإنسانية عموما أنه يصبح مقاول هو الآخر، يعني عنده فكر مقاولاتي؟ هو الفكرة هذه يا أخي الكريم كانت لي فرصة أنني قريت في بريطانيا منذ 20-30 سنة، وهذا بفضل الدولة الجزائرية، بفضل منحة من الدولة الجزائرية، وأنا مدان للدولة الجزائرية يعني جملة وتفصيل، هذا دون إنكار، ولا هذا كان موجود في الجزائر. لاحظته أن خلال الفترة اللي كنت فيها في بريطانيا العظمى كانت ما يسمى بالسيدة الحديدية، نعم، مارغريت هي التي كانت وزيرة الأولى، فرضت على العلوم الإنسانية إدخال تقنيات في الإعلام الآلي الذي شيء لأن تتحول هذه العلوم إلى منبع أو مصدر للحصول على مشاريع. بعبارة أخرى أعطيك مثال بسيط، هو توظيف ما يسمى ببرامج إعلام آلي مثلا على سبيل المثال، وأعتقد كل الذين يعملون أو يقرؤون يدرسون في الإعلام الآلي عفوا في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية SPSS PC هو statistical package for social science. بعبارة أخرى هي حزمة من برامج إعلام آلي تستعمل في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال بطبيعة الحال المالي. بعبارة أخرى عوض باش نستعمل الأمور التقليدية من خلال استمارة ونقوم بيدويا، هناك الآن برامج إعلام آلي. بعبارة أخرى يمكن على الطالب أن يتغذى من الأفكار والنظريات الأساسية اللي هي موجودة في عالم، في العالم الفلسفة، في عالم الأيديولوجيات، أقول في الأيديولوجيات، في التاريخ، في النظريات الاجتماعية واقتصادية وغيرها، لكن على أرض الواقع لا بد أن يوظف في ميدانه التقنيات اللي هي بتوظيفه للتقنيات الموجودة من خلال كما قلت إقحام هذه البرامج الإعلام التي تزيد من ماذا؟ تزيد من مصداقية ما يقوم به عمل اجتماعي. مثلا نعطيك مثال بسيط، لما تريد مثلا القيام بعملية أو بدراسة حول الانتخابات، هذه الانتخابات فهناك عن طريق برامج إعلام آلي تحدد العينة تاعك، عن طريق هناك استمارة تقوم بتوزيعها، تحكم فيها، كل شيء يتم إعلاميا إعلام آلي. أما نقوم بطريقة تقليدية فإذن بعبارة أخرى أنا لا أقول أننا يعني ننفي جملة وتفصيل كل، لا بالعكس نبقى نحافظ على الجانب الفكري الأيديولوجي ولكن نؤقلمه مع الجانب التكنولوجي الحديثة. نديروا فاصل أستاذ العيد ثم نعود للحديث على مسألة مهمة جدا، وهو أنت قبل قليل فقلت أن الجامعة أو الدولة، عقيدة الدولة الجزائرية في التعليم عموما والتربية والمجانية ويعني تصرف على أولادها وتقريهم إلى آخره، هل برأيك اليوم سؤال الذي يطرح ينبغي للطالب الجامعي أن يحمله هو الآخر عقيدة؟ عقيدة هذه هي حمل هم وطن، هل سؤال الذي يطرح أنت في جيلك أستاذ العيد هل كنتم تحملون هم وطن، يعني جيلك والجيل اللي سبق اللي راح للولايات المتحدة الأمريكية، لبريطانيا، لروسيا، اللي راح لفرنسا، اللي راح قرأ في كندا، اللي راح في كل بقاع العالم، الدولة الجزائرية أرسلت جزائريين، هل كانوا يحملون عقيدة تتمثل في حمل هم وطن؟ نديروا فاصل ثم نواصل النقاش مشاهدينا الكرام، بقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. طبعا اليوم نتكلموا على الدخول الجامعي، افتتاح سنة الجامعية 23-24 بطبيعة الحال، ويعني حدث وطني هام مهم جدا، عندك 1,700,000
جزائري يلتحقون بمقاعد الجامعة يعني وعندهم مكانهم ولبس عليهم ويدوا المنحة تاعهم ويقرأوا أساتذة وما كاش مشاكل تاع ما عندوش أستاذ وما عندوش هذه، رغم أنه في دولة متوسطية غير هنا برك ساعة من الجزائر عدد كبير من تلاميذ هذا البلد الأوروبي ما عندهمش أساتذة يقريوهم في الابتدائي وفي المتوسط وغيره، دون ذكر الاسم ضيفي في هذه الأمسية والأستاذ العيد زغلامي، بروفيسور العيد زغلامي، وكذلك الأستاذ ناجح مخلوف أستاذ جامعي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ورحبوا به يلتحق بنا عبر الهاتف. أستاذ مخلوف مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مساء النور، أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، وهنيئا لكم دخول الجامعي. سأعود إليك أستاذ مخلوف بعد قليل إذا كنت كرمت، لأنه كنت قبل الفاصل سألت أستاذ العيد قلت أنه هل برأيك ينبغي اليوم للطالب الجامعي يحتاج إلى مرافقة، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى يعني تشجيع من المجتمع وتقدير إلى غير ذلك، حتى يدرك هذا الطالب الجامعي أنه يجب عليه أن يكون صاحب عقيدة ويحمل همّا في الدراسة يتمثل في هم وطن، كيف يخرج وطن من وضعيته إلى وضعية أفضل. وربما أستاذ العيد وأنا متيقن أنك تؤمن بهذا، قد يتخرج من هذا 1,700,000 من يغير مجرى تاريخ الجزائر حقيقة. أولا أرحب بالأستاذ الكريم من المسيلة، أتذكر جيدا ولا ليس من باب شوفينية ولا ديماغوجية أستاذ الكريم، تذكر لما كان عندي 6-7 سنوات كنت ندرس في مدرسة ابتدائية كانت متوفر لنا الإطعام، ثم لما انتقلت سنة كان سنة 12-13 انتقلت إلى الإكمالية، فالبلدية وفرت لنا النقل، ثم الشيء الذي إلى حد الآن يعني أثار اهتمامي هو المنحة. أتذكر جيدا في 69 كانت المنحة 7,500 لكل شهر، وثلاث شهور ثلاث يعني الثلاثي الأول حصلت 22,500. هذه في الجامعة أستاذ؟ لا لا في الابتدائي. في الإكمالية سيو جي. 22,500. سألت شكون يمد لي هذا الدراهم هذا؟ أبي العائلة نتاعي كانت في وضعية ما لا قد المد قد الماء قد دقيق كما يقولوا. إذن فحتما هناك ناس، هناك طرف، هناك بلد، هناك هيئة كانت تخدم وتغذي في المجتمع، ومن هنا تبني مجتمع. إذن الذين وأقدم تحياتي الخالصة الذين كل من ساهم في بناء هذه الدولة منذ 62 إلى غير اليوم، طبيعة الحال أساتذة طلبة إلى غير ذلك. الشيء الذي أريد أن أضيفه هو أذن من ثم تغذت فيا ترسخت فيا عفوا فكرة أنا مدن للبلد كما الذين مدن للبلد، وأعتبر يعني وكنت أدرس في بريطانيا وكانت لدي منحة من الدولة الجزائرية، أتذكروا كانت المنحة حوالي 5 ملايين سنتيم في الوقت اللي أنا دي كنت في بريطانيا في 85-86 كانت هنا أزمة خانقة تاع السكر والقهوة والزيت تراجع أسعار المحلات طبيعة الحال. فإذا فأعتقد جاليا الجزائري الذي يؤمن حقيقة ببلده بأن هناك ناس يعملون في الخفاء لأجل بناء الدولة الجزائرية، فأنظن نحن الآن أساتذة مدنين لهذا البلد، وليس من باب ديماغوجيا باش نوضح فقط، لأن الآن فيها كلام كثير ربما أي واحد يسأل من هو الذي الآن في قضية مثل الطلبة لديهم طبيعة حل منحة، لديهم تسهيلات فيما يخص النقل، فيما يخص الإيواء. أتذكر جيدا أن قريت في الشرق الجزائري في منطقة قسنطينة يعني ظروف سيئة جدا سواء في الإيواء سواء في النقل، ولكن كنا مؤمنين لأن الذين كانوا يشرفون على هذا كانوا كذلك الناس مؤمنين بأن الجزائر بإمكانها الإقلاع، والسياسة والعقيدة الجزائرية تغذات في روحنا. طبيعة الحال الآن قد أقول شيء وفي نفس الوقت نلاحظ ما يسمى باللغة الإنجليزية برين درين وهو هروب الأدمغة، نظن هذا مشكل قائم. إذن على الدولة الجزائرية الآن كما تفضلت أخي الكريم 1,700,000 طالب الآن
فطبيعة الحال بعد 3 سنوات بعد 4 5 سنوات بالنسبة للماستر راح تكون في أعداد كبيرة سيتخرجون. ولما أرى أفواج من الجزائريين من مخرجي الجامعات يذهبون ويغذون الشركات الأجنبية أحس في قرارة قلبي أننا أخفقنا الأموال التي تهدر، وكأن الجامعة الجزائرية تحولت إلى مراكز للتكوين لشركات أجنبية. رغم أنه الآن أستاذ المواطن الجزائري لما يكون في الجزائر أو في الولايات المتحدة الأمريكية يستطيع أن ينفع بلده وهو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في روسيا وغيره، يعني الآن مع العولمة وغيره، حقيقة الآن تحولت هذا المفهوم من برين درين إلى برين جين، ما معنى هو الربح. طبيعة الحال أنا لا أتهم ولا أضع كل هذا، أن الذي يعني أتأسف عليه هو الذين يذهبون ولا يتركون أي صلة مع بلدهم. نعم. أنا متفق تماما، وربما قلال في الجزائر أستاذ، أتمنى شو لا يكون قلال. نعم. أتمنى فقط لا داعي لا بغض النظر عن المواقع التي هم متواجدين فيها سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا الغربية أو في الولايات المتحدة أو في كل بلقاء العالم، أن يكون أن يحاول أن يفيد بلده ولو بكلمة طيبة. نعم. وبكلمة إيجابية، هذا الأساس. نعم، هذا وهذا موجود في الجزائر. ما أستاذ ناجح مخلوف، هل تسمعني؟ إذا نظن بأن الأستاذ ناجح ماهوش معنا عبر الهاتف في انتظار الاتصال به، نواصل مع الأستاذ العيد زغلامي. بمجرد أنه يلتحق بنا الأستاذ مخلوف رجاء بلغونا باش يعني نحاولوا نقحموه معنا في النقاش. طيب أستاذ العيد، نواصل الآن. قبل قليل كذلك أنت استعملت عبارة مهمة جدا، قلت العلم النافع، والآن هذا الانفجار المعلوماتي في العالم يعني قد يفتح علينا أبواب ربما لو كان من يعني من سيروهاش كما ينبغي قد تحدث مشاكل في المجتمع الجزائري. هل برأيك اليوم هذا الذكاء الاصطناعي، هذه المعلومات أو هذه الثورة المعلوماتية ينبغي أن تضبط من خلال دعمها بقيم بقوانين في الجزائر وغيره؟ المهم جدا هو طبيعة الحال لا يمكن أن يعني نقوم بوقف الإبداع والاختراع والتكنولوجيا، لكن علينا نقوم بعملية تقنين وعملية انتقاء. الآن في الولايات المتحدة اللي هي رائدة في الذكاء الاصطناعي، دولة الإدارة الأمريكية لبايدن طلبت بإعادة ضبط استعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي خوفا وخشية من مصير غير معروف للمجتمع الأمريكي. فما بالك إذا في الولايات المتحدة اللي هم وراء هذه الاختراعات يخشون على مصير بلدانهم، على مصير مجتمعاتهم. علينا نحن كذلك نقوم بالعملية الانتقائية، بعبارة أخرى نستعمل الذكاء الاصطناعي كتقنية، كوسيلة، كواسطة، لكن في القلب البرامج والأساسيات هي من اختراعنا، هي من منابع دولتنا، من منابع قيمنا، من منابع معارفنا ومجتمعنا، وخاصة الأمور الأخلاقية اللي هي أساس والقيمية اللي هي أساس المجتمع. لا يمكن بأي من الأحوال أن ننفتح على كل هذه التكنولوجيات التي قد تقوم بحقيقة باندثار المجتمع الجزائري. لهذا مهم جدا أن في استعمالاتنا لهذه التقنية الجديدة لكن أن نكون حذرين في توظيفها. لذلك أستاذ نشاهد هناك بعض الدول من تمنع مثلا تقنية، من حقيقة تقنية لابد يكون فيها ضبط من خلال منظومة قيمية أخلاقية تقوم بضبط الأمور أساسية. لأن التكنولوجيا ليست بريئة، التكنولوجيا في طياتها هناك قيم، هناك مقاربات، هناك نظريات، وهذه النظريات قد تسيء إلى أخلاقنا وحتما وتتعارض مع قيمنا. لهذا يعني ربما تقصد أني بان نوتر، يعني لا يوجد حياة في التكنولوجيا. في طريقتنا لاستعمال التكنولوجيا نعطيك مثال بسيط. قبل المثال أستاذ، إذا كنت كرمت معي الأستاذ ناجح مخلوف حتى
نعطي الحق. نعم استاذ ناجح مساء الخير. مساء النور استاذ سلطاني. مساء النور استاذ، برايك وش هي اليوم الاهداف المطلوبه من الجامعه الجزائريه؟ كيف تتصور انت يعني الجامعه الجزائريه، وش هي الاهداف اللي ينبغي ان تصل اليها الجامعه الجزائريه؟ نعم شكرا استاذ، شكرا لضيفك الكريم. وفي الحقيقه ما سمعتش التدخلات، نظرا لانقطاع الهاتف اتصال. وفي البدايه بدوري كذلك اننا نهني 1,700,000 طالب، من بينهم 310,000 طالب جديد، ونهنيو كذلك انه 73,000 استاذ جامعي، ما شاء الله يعني رقم بما فيهم 3,000 استاذ اللي هو جديد، وهي اكبر عمليه توظيف مستوى الوطن وهذا فيه تاريخ الجزائر. ومن خلال كذلك الارقام يمكن قدمها السيد وزير التعليم العالي اليوم من المدينه الجامعيه بقالنا انه اعطى ارقام، هذه الارقام في الحقيقه بما فيها حتى عروض التكوين اللي شفنا فيها 104 في طور ليسونس، وفيها 245 في الماستر، ولاول مره يكون عندنا تقريبا 84 في الطابع المهني و89 برتبه مهندس. في الحقيقه يمكن نعبر عليها انها جهود صادقه، هي جهود سابقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللي تتسبقها في الحقيقة التزامات السيد رئيس الجمهورية 54، واللي من بينها النقطة 41 اللي هي تقول أن يكون جامعة ريادية وجامعة ذات ابتكار، وهو الهدف المرجو من وراء السؤال، يعني ما هو الهدف اللي تصل إليه الجامعة. يعني جامعة يجب أن تصل أو تكون في البداية قاطرة للنمو ومحرك للاقتصاد الوطني، هي نقطة مهمة كذلك. كذلك أنه يجب أن نعزز مكانة الجامعة الاستراتيجية محليا وإقليميا ودوليا، وكذلك لها المهام الأخرى، يعني هذه المهام الكبرى. والمهام المحورية هو مهمة التعليم والبحث العلمي، وكذلك خلق الثروة من خلال الابتكار. وخلينا نتكلم اخر طيب. ثاني عندنا نقول نتكلم عن استاذ ناجح، معذره فقط استاذ ناجح. نعم معذره فقط، يعني الشيء اللي قلته كامل، هل برايك يعني يمكن ان يتاتى اذا لم نعد الاعتبار لثقافه التقدير في المجتمع الجزائري، بمعنى ان نقدر الطالب، ان نقدر الاستاذ؟ وهل برأيك يعني حرص رئيس الجمهورية على القانون الأساسي للأستاذ الجامعي هو من ضمن مساعي يعني تقدير الأستاذ في المجتمع وفي الدولة الجزائرية وفي الجزائر؟ نعم أستاذ سلطاني، هذا هو النقطة اللي احنا نطلق منها عندما قلت في مهام الابتكار. هذا الابتكار يرتبط من تحديين اثنين، يعني التحدي الاول وهو نقدر نقولوا تخطي الصعاب الماديه والتقنيه، لاننا في مجتمع الرقمنه والمجتمع المرقمن. والتحدي الثاني هو حتميه ان صح التعبير توفر المتطلبات الماديه والبشريه. يقول توفر المتطلبات الماديه والبشريه هو المجموع الموارد البشريه الموجوده في الجامعه من اساتذه وموظفين وهياكل وطلبه. وبهذا نشوف انه رئيس الجمهوريه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير انه نادى بتسريع قانون استاذ البحث الجامعي، لانه الاستاذ البحث الجامعي يجب ان يحين هذا القانون بما يتلائم مع ما يسمى بالابداع والابتكار والجامعات الرياديه. لا يمكن باي حال ان نصل الى الابتكار والرياديه باليات تقليديه، اليات باليه، اليات تجاوزها الزمن. هذا من الناحيه الاولى. من ناحيه ثانيه كذلك الطلبه وتجويد الحياه الجامعيه، يستحيل يعني ان نمر الى جامعه رياديه ولا زال نفكر في الوجبه والاحتفاظ بالاقامات والى غير ذلك. وهنا يمكن ان اقدم بعض الملاحظات بخصوص قطاع الخدمات الجامعيه جمله،
حسب ما اطلعت عليه مؤخرا هناك نيه وموضوع قيد الدراسه لفصل قطاع الخدمات الجامعيه عن هيكل البحث العلمي، يعني اصبح نعم. قطاع الخدمات الجامعيه كمديريه تنفيذيه يكلف بها السيد الولاد، وهذه نقطه مهمه جدا نعم. لانه ميزانيه الخدمات الجامعيه الان بهذه الصوره هي ضعف ميزانيه البحث العلمي. اشكرك. هذه النقطه اللي حبيت اذكرها. الصعوبات الماديه والتقنيه، احنا الان نمشي الاخ سلطاني الى جامعه ابتكار ورياده عن طريق الرقمنه. اولا يجب ان نوضح بعض النقطه اللي موجوده في ذهنيات بعض الناس. صفر ورق ليس هي الرقمنه. صفر ورق هي عمليه ثقافيه حتى نصل الى عمليه الرقمه، لانه الصعوبه في التحول من مجتمع تقليدي الى مجتمع يساير الرقمنه العالميه ان نبداو به من الجانب الثقافي بالاساس. مفهوم. انه ما زال هناك يعني من يعتقد انه الرقمنه هي صفر ورق. لا نعم. صفر ورق شيء والرقمنه شيء اخر. اذا اشكرك استاذ يعني استاذ ناجح. التحولات نعم. نعم اشكرك استاذ ناجح مخلوف، معذره ما كانش عندنا كثير من الوقت، ونعيدك اننا يعني انقطعت المكالمه. على كل حال نشكر استاذ ناجح مخلوف استاذ جامعي وبروفيسور كذلك في وعضو اللجنه الوطنيه للجامعه، كان تكلم على مساله الرقمنه وغيره وتكلم على البحث العلمي. استاذ العيد، هل برايك اليوم بات لزاما على أصحاب المال والأعمال في الجزائر، على أصحاب المؤسسات، على الذين يملكون رؤوس أموال في الجزائر أن يسهموا هم كذلك بما في ذلك المؤسسة العمومية في ميزانية البحث العلمي؟ يعني ما نتكلموش على الدولة، نتكلموا على المواطن الجزائري كمواطن. حقيقة أولا باش نوضح، أنا لا داعي إلى الانبهار وأمام الأرقام التي نراها الآن في الجامعة من خلال طبيعة الحال هناك تطور في المستوى الجامعة والمدرسة، يعني أرقام جد معتبرة. إذن حان الأوان أن نركز على النوعية الآن. نوعية وهي نوعية التدريس ونوعية المتخرجين، وحتما لا يمكن للدولة لوحدها أن تتحمل أعباء التكوين والتعليم والتربية. حان الأوان أن نفتح هذه، لماذا لا جامعات القطاع الخاص؟ أنا شخصيا أبارك لا لشيء إلا أنه يكون فيها دفتر الأعباء وتحترم كل القواعد. إذن على المستثمرين الآن الجزائريين وأصحاب الأموال ورؤوس الأموال أن يستثمروا في الطاقم البشري نعم في العلم، يعني في العلم، يعني الطاقم البشري، ونحول هذا. لاحظت صديقي العزيز في تساؤلك أنك تريد إعادة الاعتبار إلى العلم وإلى الجامعة في المجتمع الجزائري. نعم. هذا الذي غاب لمدة طويلة. إذا حان الأوان أن نرسخ في أذهان المجتمع الجزائري بأن العلم هو والجامعة، العلم من خلال الجامعة والمدرسة هو أساس، هو القاطرة للتنمية الحقيقية. لا يمكن أن نبقى صاحب المال لو يستثمر نقولوا دينار واحد في الجامعة راح يربح ألف دنانير بطبيعة الحال. إذن حان الأوان أن ننفتح على الجامعة، وعلى الجامعة كذلك أن تنفتح على الفضاء الاقتصادي والفضاء المالي وغيره، ولا تصبح يعني وكأنها غير معنية. حان الأوان أن الجامعة تتحول إلى طبيعة الحال مركز للأفكار وإلى البرامج والمشاريع وتنمية الروح المقاولاتية. نظن الآن موجود هذه الأفكار، ربما قد تتطلب وقت، ولكن المقاومة موجودة كذلك. حتمية تاريخية. حتمية تاريخية. ولكن شخصيا أقولها من باب يعني أقولها من باب التجربة المتواضعة، هناك بوادر أمل هنا، لما لا لشيء، لأن لما نرى الآن أعداد الهائلة من الشباب الذين ينشئون مؤسساتهم، فحتما وأكثر من هذا الجامعة الجزائرية متفتحة على كل التخصصات، فهي تواكب التطور. يعني لما نتكلم على النانو تكنولوجيا، لما نتكلم على بيوتكنولوجيا، لما نتكلم على الذكاء الاصطناعي، معنا على الرياضيات، معنا الجامعة الجزائرية متفتحة على كل العلوم. إذن على الجزائري، على الطالب الجزائري أن يقتني من هذه، وحتما نرتقب يعني مستقبل مزدهر للدولة الجزائرية، للمجتمع الجزائري الذي يعود حتما بالفائدة على كل شريحة المجتمع.
أشكرك أستاذ العيد زغلامي، الحديث معك شيق وسبونطاني يعني، وأنت كذلك أسئلة شيقة. الله يعزك أستاذ. وكما أشكر الأستاذ ناجح مخلوف أستاذ جامعي كذلك من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ونتمنى أن نتلاقاو به في فرصة أخرى. مشاهدي الكرام، سعيدون دائما بخدمتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله نفس المكان نفس التوقيت، إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.